ماما هلا كم اعلام صفيلنا لحتى نختم الاعلام العربيه؟ بتوقع صفيلنا مع هذا اللانش بوكس يمكن 3 اعلام. اليوم بدنا نعمل علم الصومال. يا الله شكيت هالعلم بجنن، حتى لوني المفضل هو الازرق. هلا هو لازم يكون لونه ازرق غامق اكثر من هيك، بس اعذروني هذا اللي طلع معي هذا اللون، هذا لبن منكه لونه ازرق. والنجمه رح اعملها بالجبنه، رح اجيب جبنه واقطعها على شكل نجمه. ماميتو بدي احكي لك كم كلمه صوماليه وانت بدك تحزري شو يعني. ايه هات لشوف. شو يعني ناياهي؟ شو يعني ما بعرف. يعني يا بنت. طيب شو يعني محارمتها؟ اكيد ما رح تعرفيها، يعني شو بدك انت؟ والله صعبين هالكلمات. لسه استني هاي الكلمه. اموس. اموس يعني سكوت. سكوت ولا اموس. يا سلام عليك يا خلودة، شو قاعد عم تتعلم صومالي؟ وهون هذا الخبز كتير مشهور بصومال اسمه عنجيرو. بعتذر انه ما طلع مثل الصورة، حاولت كتير بس هذا اللي طلع معي، بياكلوا على الفطور وعلى الغداء. يا الله شو حلو طلع هالعلم، كتير كتير حبيته. تحياتي لأهل الصومال ولكل الدول العربية. وجايز لا تنسوا تتابعوني على قناتي الجديدة اسمها خالد هوم، بتلاقوا الرابط بصندوق الوصف. ويا ربي تعجبكم، لح تكون للأطفال. يلا باي.